السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم وسيم من مجوهرات السلام، اختصاص نوابع الذهب 18 كره، وكنديروا لا ليفريزون للمغرب كامل. اليوم جينا وجبنا لكم الجديد بثمن جد مناسب ان شاء الله وفي متناول الجميع. اليوم كيف كان قلنا لكم، اليوم كل نهار الجمعه، الليله ديال الجمعه كندير لكم دي بروموسيون اللي خطيره وبثمن اللي كيكون جد مناسب وفي متناول الجميع. بغينا اللي دخل اللايف ديال اليوم يبارطاجينا في لي جروب ديالهم باش هكا اللايف يكون طالع ناضي. ومرحبا والف مرحبا بكم، مرحبا. مهم اليوم كاينين ديبوندونتيف ديال الحضور، كاينين سنيسلات، كاينين بزاف وثمان اللي غيكون في متناول الجميع. غير هي احسن حاجه بانكم اللي عجبات شي حاجه يدخل عندنا الواتساب هو الاول باش كنقدو نكونفيرميو معاه دغيا في مده ديال نص ساعه ان شاء الله. هاد النهار هو اللي غيكون فيه اللايف وغيكون فيه غير لي برومو والاثمنه اللي غتكون مناسبه، هادشي اللي غيكون عندنا ان شاء الله. مهم اول حاجه عندنا تعليقات، عندنا غورميطات خفيفين، عندنا يلا بارطاجيو معنا اللايف. نتمنى دابا الصوره تكون واضحه مزيان تبارك الله. ها هما هادو دي موديل اللي غزالين فيهم برومو، غافينيتي كامله فيها برومو اليوم ان شاء الله. وبغينا البارطاج، اللي غيبارطاجي ان شاء الله غتكون اعلان على الفائز ان شاء الله يوم السبت او الاحد، غادي يكون الاعلان على الفائز. وتبارك الله عليكم راكم دائما رائعين. الصوره فلو دابا راه مزيان. لالا نعيمه وعليكم السلام، تحيه ليك. لالا سحار اكرام مرحبا، الله يحفظكم. لالا صفاء بلا فيت الله يحفظك. لالا سهام تحيه ليك ومرحبا الف مرحبا بكم. اللايف دابا الصوره ما واضحه، الصوره مزيان دابا وقيل، دابا غتكون الصوره رائعه. اليوم عندي دي بغاسلي اللي زوينين، شي حاجه خطيره، ولكن بغينا البارطاج. نبدا لكم اليوم بالثمن. اول ثمن هو هذا ديال داغوم، هادي مي ما دوري برومونسيون اللي جا شي حاجه بصحتو وراحتو. كاين هادي اختي ب 3300 درهم، هاي هادي ب 3300 درهم، هي 66000 ريال، 330 اورو. هادي اول هميزه عندي اليوم ب 3300 درهم، هي 66000 ريال، هاي كتبان لك غافينيتي الصح والعمل. 3300 درهم هي 66000 ريال، 330 اورو، هاهي 3300 درهم اللي جالها الاول بالصحه وراحه، 66000 ريال، 330 اورو. هو رقم الهاتف كيف غايت ايبانكلا ليكم هنايا، 06-52-15-78-69 هذا هو رقم الهاتف ديالي. هذا خلاص كوموند دغيا، كتصيفطونا السميه ولا دغيس، ولكن لاغتيكل اللي عجبكم. هادو دي زارتيكل ديال هاد اللايف، غير الحاجه اللي فيها برومو 3300 درهم، 66000 ريال، 66000 ريال هي 3300 درهم. كاين هذا ديال الكلو، غنشوف لكم الثمن. هذا ديال الكلو الثمن ديالو اليوم هو 2700 درهم، 54000 ريال، 2700 درهم هي 270 اورو، 54000 ريال. كيف قلت لكم هذا اللايف هذا خاص بهاد لي زارتيكل هادو اللي مدوز لكم دابا، الثمن ديالو هذا الموديل هذا اللي هو 2700 درهم، هذا ديال الكلو. ها الكلو كيفاش دايره، 2700 درهم، 34000 ريال، هادي غير بروموسيون فيها، راه كدير 3300 درهم اليوم دايرين لها 34000 ريال اللي هي 170 اورو. 2700 درهم 54000 ريال، سمحوا لي 54000 ريال هذا الموديل. هاي اللي بغا يدير لها سكرين او مرحبا 54. كاين هذا الموديل هذا، هادي عندي وحيده ولكن اللي دخل لي الاول كيف قلت لكم، هادي الثمن ديالها اللي هو 650 درهم، 650 درهم هي 13000 ريال، هاي 650 درهم هي 13000 ريال، داير فيها في وحيده داير فيها بروموسيون، الثمن ديالها اللي هو 650 درهم 13000 ريال. هاي اللي عجبتي دير لها سكرين ومرحبا، 650 درهم 13000 ريال، ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. 650 درهم اللي عجباتو يدير لها سكرين، هادي راه ذهب 18 كاره، 650 درهم اللي بغا يدير لها كابتيغ ديكرون ومرحبا والف مرحبا بكم. كاين الخوت مهم، هادو دي زارتيكل ديال البرومو. كاين هاد البوندونتيف، هادي راه بروموسيون اليوم فيها، هاي كيفاش كتبان لكم. عندك شريت لعندي، شريت ثلاثة اختي، ها هي هادي الثمن ديالها، هادي الثمن ديالها اللي هو 1800 درهم، 36000 ريال، بلاص 2500 درهم اليوم 36000 ريال، هي 1800 درهم. هاهي ب 1800 درهم، 36000 ريال اللي هي 180 اورو، اللي عجبتي دير لها كابتيغ ديكرون ومرحبا. هاهي وحيده ولكن اللي دخل الاول بالصحه وراحه، 36000 ريال اللي هي 1800 درهم، 180 اورو. هاهي عندي بوندونتيف الثانيه، هاهي المهم لي بخي ديال هادو راه غيزونابل بزاف. كاين هادي ديال 2500 درهم اليوم دايره ب 2100 درهم اللي هي 42000 ريال،
هذه ب 210 اورو 42000 ريال اللي بغا يدير السكرين ومرحبا 2100 درهم 42000 ريال 210 اورو اللي عجبته يدير السكرين ومرحبا 2100 درهم 42000 ريال ثمن جد مناسب ومرحبا 2100 درهم 42000 ريال هاي كاينه لا غورميت هذه لا غورميت لي سامبل غيكون بروموسيون تاعي فيها هذه الثمن ديالي هو 2300 درهم 46000 ريال فيها بروموسيون 2300 درهم 46000 ريال اللي هي ب 230 اورو اللي دخل ليها الاول بالصحه وراحه 2300 درهم 46000 ريال كتجي هكا على الشكل هاي في اللبسه ديالها 2300 درهم هي 46000 ريال سي عبدو الله يبارك فيك اخويا الحبيب 2300 درهم 2300 درهم 46000 ريال هذه غورميت ميزه اليوم دي زارتيكل اللي مدوزينهم كاملين في الهمزه اللي بغاهم مرحبا 2300 درهم 46000 ريال 230 اورو هادو دي فري عقلوا عليهم اللي دخل اللايف الاول بصحته وراحته ومرحبا كاين هادي ب 3550 درهم 3550 درهم هاي 3550 درهم اللي هي 71000 ريال 71000 ريال اللي عجبات يدير السكرين ومرحبا 3550 درهم اللي هي 71000 ريال هذه ميزه تاع هي 3550 درهم اللي هي 71000 ريال اللي عجبات يدير السكرين ومرحبا هاي اللي بغى يدير لك كابتور ديكرون ومرحبا 71000 ريال اللي هي 3550 درهم 71000 ريال ثمن اللي جد مناسب وفي متناول الجميع ان شاء الله مرحبا سوا سيم ديما طوب الله يحفظك لنا النعيمه تحيه لك خويتمات الخوت عندنا هاد لي موديل هادو اون بروموسيون جوج خويتمات اللي بغيتيهم فيهم كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 2100 درهم 2100 درهم هو 42000 ريال 210 اورو 2100 درهم هي 42000 ريال 210 اورو 210 اورو اللي هي 42000 ريال وكاين هذا الموديل هذا ب 42000 ريال اللي هي 2100 درهم هاي هادو خويتمات للصح والعمل والمتانه والثمن ديالهم لي اون بروموسيون 2100 درهم اللي هي 42000 ريال بلاص ما دير ب 2700 درهم السلام عليكم وسيم ورحمة الله تعالى وبركاته وسيم شكرا بزاف بزاف سولتي فيا شكرا ام خليل دعيهم معنا مع ام خليل بالشفاء العاجل ان شاء الله الله يشافيك الوالدة الله يحفظك والله الا زعما والله الا بقيتي فيا والله العظيم الا بقيتي فيا بزاف الله يشافيك يا ربي هادو الثمن ديالهم اللي هو 42000 ريال 210 اورو اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا 2100 درهم اللي هي 42000 ريال 210 اورو اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا هادو خويتمات للصح والعمل والمتان ها انتم عقلوا معايا عافاكم على لي بري حقاش هادو راه غير بري ديال البروموسيون كاين هذا ديال غافينيتي الثمن ديالو اللي هو 1650 درهم اللي هي 33000 ريال 1650 درهم ها هو هذا غافينيتي 1650 درهم يا ربي امين ام خليل الله يحفظك 1650 درهم اللي هي 33000 ريال سمحوا لي 1650 درهم ليا 33000 ريال 33000 ريال اللي عجبو يدير السكرين ومرحبا الف مرحبا به 33000 ريال ها هي اللي بغا يدير السكرين ومرحبا الف مرحبا به كاين دي موديل واحد اخرين كاين هذا الموديل اللي هو تا هو بروموسيون 1650 درهم هذا خاتم ب 1650 درهم ها هو كيجي في اللبسه ديالو كي داير الله يعافيه ويشافيك امين اللطيف الله يحفظك 1650 درهم اللي هي 33000 ريال 33000 ريال اللي عجبك دير له سكرين ومرحبا 33000 ريال ها هو ب 33000 ريال اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا كاين دوطخ موديل اللي على هاد الشكل هكا تا هو ميم بخي 1650 درهم 1650 درهم اللي هي 33000 ريال ها هي 1650 درهم اللي هي 33000 ريال كيجي خويتم على هاد الشكل هكا موديرن 1650 درهم اللي عجبو يدير له السكرين ومرحبا هادو غير هوتات اللي زوينين والثمن جد مناسب 1650 درهم امين لا اي الله يحفظك دعي معايا الزوج الصالح ونجي عندك الله يعطيك الزوج الصالح لالا فاطمه مرحبا 1650 درهم اللي بغا يدير له السكرين ومرحبا داو مع ام خالد بالشفاء العاجل ان شاء الله والله الا راك غبرتي علينا في هذا لي لايف هذا ما كنشوفوك شيء الله يشافيك يا رب كاين هذا خاتم ديال الطاوسه الثمن ديالو اللي هو 22000 ريال 1100 درهم هذا ب 22000 ريال اللي عجبو يدير له السكرين ومرحبا 22000 ريال هي 1100 درهم كاين بغاسلي اللي قلت لك عليه هنا اختي ليلى
هذا 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو 110 اورو هذا الموديل اللي بغى يدير السكرين ومرحبا 1100 درهم 22000 ريال هذا ديال الطاوسة هو اللي بغى يدير السكرين مرحبا الله يحفظك على زيتونية شكرا لك بزاف مرحبا والف مرحبا بك وسيم ارى برسي قبل ما نودع الله ما تقوليش هكا الله يطول لنا في عمرك كاين هذا الثمن ديالو اللي هو 36000 ريال هاد لا غورميت هادي غزيوله 36000 ريال هي 1800 درهم 1800 درهم هي 180 اورو 36000 ريال بغيت الناس اللي في اللايف كاملين يبارطاجيو معنا في الجروب ديالهم الثمن ديال هادي اللي هي 1800 درهم 36000 ريال امين اختي فاطمه الله يحفظك 1800 درهم هذا راه ذهب 18 كار اللي كيبيعوا الذهبيه كاملين المقارنه كاينه اثمنه اللي جد 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 مناسبه ومرحبا واتساب وسيم اختي ايا انا سنيسلت اللي بغيتي نوريهم لك دابا الثمن ديالهم اللي هو 1600 درهم 32000 1800 درهم 36000 ريال اسمحوا لي كنغلط في لي بري هذه ب 36000 ريال كاينه هذه غورميت غافينيتي 1800 درهم 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو فيها لي بول هنايا فيها خميسه بلاصه زياده 1800 درهم خاصك توصل خويا ولكن محتاج خضر اختي لا نجات لا ما عندي شخصي 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو 180 اورو هي 36000 ريال اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا ها هي موديل لي غزال 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 ورائع ديال ديما الميزان واش كاين اختي حكمه ما عرفتش الميزان كيفاش الميزان ما عرفتش الموديل كي داير كاين هادو لي غورميت ديال غافينيتي هادو ديال لي بول دقيق لين 1800 درهم كاين هذا الموديل هذا اللي كامل صفر هذا كامل صفر هذا الموديل هذا ب 1800 درهم 36000 ريال 36000 ريال هي 180 اورو هادو غليظين شي شويه يعني ماشي رقاقين كاع 1800 درهم 36000 ريال ديال غافينيتي وفيهم هذا الموديل هذا حتى هو هذا حليل لو كيجي في اللبسه ديالو 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو هادو غافينيتي هاد لي موديل هاد فيهم خريجات مرحبا لا شهرزاد كاينين هادو فيهم اللوينات 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو الا عجبك يكفيك انك تتواصل معنا على رقم الهاتف ومرحبا بالجميع 1800 درهم السلام خويا ممكن نسولك علاش ملي كتحط شي حاجه ما كتحطش الثمن واخا الناس كتسول مع ذلك ما كتجاوبش في اللايف اللي كنقزل اثمنه شنو الفرق بعد ما ما كنكونوش حاطين لي بري ديالهم اللي زانتيريسي هما اللي كيدخلوا عندنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو ها هما هادو موديلات اللي زوينين هادو الثمن ديالهم اللي هو 10300 درهم دوكا اختي وواحد سامبل فلوس 10300 درهم اللي هي بمليون و 6000 ريال هادو مليون و 6000 ريال اللي هي 10300 درهم 10300 درهم ثلاثه ديال اللي بغات لي الصح والعمل والمتان 10300 ريال هذا 10600 درهم ما كاينش معايا الاخت ديالي اختي نجات 10300 درهم اللي هي مليون و 6000 ريال وسيم انا جاي عندك من الصويره باش نخط عندك مرحبا اختي جهاد على الراس والعين هذه الثمن ديالو هو مليون و 6000 ريال 10300 درهم 10300 درهم دوكا اختي وواحد سامبل في الوسط 10300 درهم اللي هي بمليون و 6000 ريال 1030 اورو اللي عجبتي ديال السكرين ومرحبا هادو دي موديل اللي عندي مهم فيهم موديلات بزاف بغيتي واحد راه كيطيح عليك تقريبا بداك 3500 درهم لواحد مرحبا اختي حليمه والله يا اختي غير بعض المرات ما كيكونش الوقت يعني كنصبر لكم لا اختي كنخصني عاد نحط الثمن وهذا ما كنقول نحطها تما واللي بغى شي حاجه يدخل عندي البريفي ما كاين حتى مشكل اختي مرحبا بكم وسمحوا لنا ان شاء الله نبقاو نحطو لكم لي بري وداك الشيء ناضي يلا اللي بغى شي حاجه يبارطاجي بعدا معنا كاين السلسلات ديال النيلو الطول ديالهم تقريبا 39 سنتيم 40 سنتيم ها هما دايرين الثمن ديالهم 500 درهم اللي هي 10000 ريال ها هما ب 10000 ريال اللي هي 500 درهم للسلسله هادشي اللي بقى لنا اللي بغاو يدير لهم السكرين ومرحبا واخا اختي جهاد انت تدخل عندي سيغ واتساب ما حتاياش كتقت فيزيت باش هي حدايا ها هي ونصيفطك السكرين لوكاليزاسيون ديال المحل ها هي ها هي كيف كتشوفي ها لادريس هو هذا نمره التليفون فيها كلشي هاديك كتشوفي المهم سكرينها باش تبقى عندك هاي غتبقى محطوطه هنايا ها هي وكاينين هادو السنسلات ديال 10000 ريال اللي بغى لي كادو ديال الفان داني راه هما هادو ب 500 درهم 10000 ريال السنسله اللي بغيتيها اختي فيهم الطول ديالها 40 سنتيم اللي بغى البنيه ديالها ولا المدام ديالها هادو ب 10000 ريال اللي هي 500 درهم 50 اورو اللي بغى يدير لها السكرين ومرحبا 500 درهم اللي هي 10000 ريال 50 اورو كاين اللي بغى اللوين الابيض ديال هاد لي بول ها هما الثمن ديالهم اللي هو 1700 درهم 34000 ريال
حفصه شنو هي اختي حفصه؟ ما عرفت شنو هي هذه. الثمن ديالي 1700 درهم 34000 ريال. هذه ديال ليبول ب 34000 ريال اللي هي 170 اورو تقريبا. هاي هاي ب 1700 درهم 34000 ريال اللي هي 170 اورو. اللي بغى يدير السكرين ومرحبا. 1700 درهم كاينه داكوغ ميت هكي هكا. الثمن ديالها هو 5500 درهم 110000 ريال. هذا ارتيكل صحيح وزوين وتقيقل. 5500 درهم هاي ب 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. 550 اورو 550 اورو اللي هي 110000 ريال. اللي بغى يدير السكرين ومرحبا. 5500 درهم 110000 ريال 550 اورو. هاي اللي بغاها يدخل لها السكرين ومرحبا. هاي الثمن ديالي هو 5500 درهم 110000 ريال. مرحبا اختي رشيده على الراس والعين اللي طلبته وانا موجود. هذه 5500 درهم 110000 ريال 550 اورو. الرجاء وعليكم السلام اختي بخير مزيان. كاينه هذه ديال الخميسه انا نوري لكم ديال الخميسه ب 1800 درهم غوغميطا. هذه ديال الخميسه ب 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. 36000 ريال اللي هي 180 اورو. على غوغميط كيفاش كتجي؟ فيها ليبول من لهنايا هي 1800 درهم. هذيك غوغميط اللي دوزتي 1800. مرحبا اختي حفصه غير دخل عندي الواتساب سكريني الحاجه اللي بغيتي ومرحبا. 1700 درهم هذه قلنا ياك. 1700 درهم ل 34000 ريال. كاين هاد السلسله هذه اللي غنوريكم ديال الكافيه بقات وحده واقيلا هي اللي مازال. هي كافيه سامبل فيها ها هي ها العوينه كيفاش كتبان لكم. ها الكافيه سامبل فيها تقريبا الطول ديال 54 سنتيم. الثمن ديالها اللي هو 4000 درهم هذا الموديل. هذه 80000 ريال هي 400 غو سي بور موا غورميت جاكوار. غورميت جاكوار ماشي هذه اللي اختاريتي ماشي هذه اللي اختاريتي على اللغه الاخرى. ها مازال مجموعه عندي. هذه الثمن ديالها اللي هو 4000 درهم 4000 درهم 80000 ريال. 80000 ريال فيها كافيه بقات حبه. هذه اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. هذه ب 4000 درهم هي 80000 ريال 400 غو اللي عجبات يدير السكرين ومرحبا. 4000 درهم 80000 ريال الصح والعمل والمتانة شي حاجه ديال ديما. 4000 درهم الله يحفظك السي يوسف تبارك الله عليك الله ينورك اخويا الحبيب. 4000 درهم هي 80000 ريال 400 غو ها هي اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. عندكم دمج ليكم واحد المبروك. ما بقاوليش اختي حليمه كاين عندنا غير ما بقاوليش ما نعرف واقيلا كاين عند الوالد ديالي الا بغيتيهم نشوفهم لك. كاينه هذه اختي ب 4400 درهم دقيق لا 4400 درهم اللي هي 88000 ريال سي لا سي توب. مرحبا اختي لغه اللي بغيتيها مرحبا. 4400 درهم اللي هي 88000 ريال 440 اورو. هكا كيبان لي لارتيكل كيبان لكم مزيان ياك يعني ما كيبانش كبير ما كنديرش يديها هكا ما كيبانش كبير بزاف كيبان لارتيكل مزيان. 4400 درهم اللي هي 88000 ريال 440 اورو. اللي بغى الكافيه بوحديتها بغيتي هذه خاصك تبع كومبلي هذه الا بغيتي ديال البلاك راه عندي ب 2200 2400. هذه ب 4400 درهم هي 88000 ريال 440 اورو. اللي بغى يدير السكرين مرحبا. هذه غزاله خويت مات خويت مات خويت مات طلبته غير الموجود. كاين هذا الموديل اللي غنوريكم دابا موديلات زوينين ولكن غنوريكم مجموعه وكامله راه تقريبا لي مي بريفير. ها هما نبرعوكم شي شويش. هادو دي موديل اللي غزالين وحتى الثمن ديالهم غزال. انا غنبرعكم على لا بارطاجيو معايا اللايف بعدا. كاين هاد لي موديل هادو على الاشكال والانواع. ها هادو شكيلات كاين ديال الانفيني كاين ديال الاكس وكاين ديال لودي وكاين ديال الفراشة. ما فيهم هادو خلص فيهم الحجيرات الاكس ما فيهش الحجر. هادو الثمن ديالهم اللي هما اون بروموسيون 1800 درهم 36000 ريال 36000 ريال ولكن غير اون بروموسيون 1800 درهم 180 اورو 180 اورو اللي هي 36000 ريال 180 اورو. كاين هذا ديال الاودي كاين ديال الاكس وديال الانفيني وديال الفراشة. 1800 درهم 36000 ريال 180 اورو. لالا زينب تبارك الله عليك والله ما شفت الميساج ديالك. جي غوسي مون كولي جو دي مون فخيغ ميرسي بوكو. الله يحفظك اختي لورا بالصحة والراحة وتلبسيهم بصحتك وراحتك ان شاء الله والشرف لينا نتعاملوا معاك
وشكرا لك على الثقه ديالك فينا، الله يحفظك. 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو. هادو دي موديل اللي خفافين وديال ديما والصح والعمل. 1800 درهم هي 36000 ريال 180 اورو. اللي عجبتي دير لها سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. هادي الثمن ديال 1800 درهم الموديل اللي بغيتي. مدينة أمريضة حنا في مكناس برج مراعي عمر اون فاصلة فارماسي إسماعيلية. بغيتي تجي عندنا على راس العين أولا نصيفطولك باغ أمانة، يعني كنصيفطو في المغرب كامل لالا وما كاين حتى مشكل. اللي بغا خويا يسمع عاوتاني ديال البنانة ديال الثلاثة كاينين. هاد الموديل هذا الثمن ديالو 1900 درهم 38000 ريال. 38000 ريال هي 1900 درهم 190 أورو. 190 أورو هاد الموديل اللي بغا يدير السكرين ومرحبا. 1900 درهم هي 190 أورو. اللي عجبته مع الغير يدير لا كابتور دو كون يتواصل معنا على رقم الهاتف 06 52 15 170 69 ومرحبا. هاو الثمن ديالو هو 38000 ريال 1900 درهم 190 اورو. 190 اورو هذا الموديل اللي بغا يدير لو كابتور دو كون ومرحبا. 1900 درهم لالا. بغيتو شي حاجه مخفضه في الثمن موجوده، طلبتو غير الموجود كاين عندنا ان شاء الله. كاين هاد لي موديل هادو هادو مخفضين في الثمن. ربي ربي. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو 1200 درهم 24000 ريال. هذا الثمن ديالو 1200 درهم 24000 ريال 120 اورو. هذا اللي عجبو يدير له السكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1200 درهم هذا الموديل اللي هي 24000 ريال. ما كنت عرفت اللي فات. هذا الثمن ديالو هو 24000 ريال. وكاين هذا الموديل الثاني الثمن ديالو هو 22000 ريال اللي هي 110 اورو. هذا ب 24000 ريال وهذا ب 22000 ريال. هذاك خاتم اللي فيه الفراشه. مرحبا اختي هبه الفراشه فينا هو الخاتم اللي فيه الفراشه. المهم هذا الثمن ديالو خويا انا بغيت غير كافي بوحدي حتى واش ما كتجيبوش عافاك. بغيتيها كامله اختي جيان هذيك ما تكونش فيها البلاكه. هذه الثمن ديالو 1200 درهم 24000 ريال 110 اورو. 120 اورو. وهذه الثمن ديالي هو 110 اورو 22000 ريال. اللي بغا يدير لا سكرين ومرحبا. الثمن اللي ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. جابلو التليفون او كارسيني اختي عابر دابا دايرين لايف تنساليو ان شاء الله ومرحبا. هذا الثمن ديالو توا غزال ورينا الناس الاي بي ما بقاوليش اختي فاطمه. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو هو 22000 ريال. ما كاين قهوه ما كاين كاين حتى لعبه. 22000 ريال هي 110 اورو. هذه الثمن ديالي هو 22000 ريال 110 اورو. اللي عجباتي ديال السكرين ومرحبا. ها هو خاتم ديال غافينيتي 1650 درهم اختي. 1650 درهم غافينيتي هذا غير بروموسيون. وهذه الثمن ديالي هو 1100 درهم 22000 ريال 110 اورو. ويلي 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 على مجدي على مجدي وشني مجدي راه جد يا صاحبي راه حميد الفرطه والله ربعتي شدوش الدرافه طلع حقاش يشدوا لك شكون هو؟ واحد قال له في الوقت. اي ودي الجماعه كاين هاد لي 3 بغاسلي الثمن ديال هادو خلاص خيوط. هادو 9300 درهم 186000 ريال. هادو خيوط دوره 21 20. الثمن ديالهم اللي هو 9300 درهم 930 اورو. هما اللبسه ديالهم كيجيو خطيرين. 9300 درهم ليا 186000 ريال. هاي 186000 ريال. اللي بغا الثلاثه راه زوينين وثمن هو ثمن جد مناسب ام في متناول الجميع. 9300 درهم 930 اورو. هاي اللي عجباتو يدير السكرين ومرحبا. اجي دير اللايف يا جماعه دير اللايف دير اللايف نعطيك الذهب ودير اللايف. ما عرفتش واه عطيتيني الذهب نبيعو لكم ونعقلت على شي وحده. شكون هي؟ انا والله ما عارفك والو. انا واحد من الفاتوره ديال الراجل سيدي عليها بعت انا ما عقلتش على مولاتها كاع تجيب الفلوس ولا ما تجيبش. 9100 درهم هادو لي 3 عاوتاني. هاد الموديلات هادو 182000 ريال. هادو 3 عاوتاني موديل زويون 182000 ريال. 9100 درهم هادو غير جوج هميزات. عندنا هادو ب 9100 درهم وعندنا واحد الموديل واحد اخر الثمن ديالو هو 9300 درهم. هادو ثلاثة عندي اللي بغيتوها فيهم مرحبا. كاين هادو ب 9100 درهم وهادو ب 9300 درهم. فرق ديال 200 درهم ولكن شي حاجة اللي غزالة وصحيحة وثمن جد مناسب. ها هو اللي بغا يدير لها السكرين ومرحبا. غزالين هاد لي موديل. الله يحفظك على السي يونس تحية ليك الله ينورك. هادو الثمن ديالو علينا وعليك باش ما تمنيتي ان شاء الله واش ما غاتجيبوش ستيسات. غنجيبهم اختي ليلى شوف غير الطول اللي بغيتو مرحبا. اللي بغى اي حاجه مرحبا. المخطط شحال فيه الثمن ديالو براسي مخطط ما عرفتوش اختي فينا.
صافي انتي راه الناس كيسمعونا هنايا فضحتينا سيري بلاتي عليك انتي فرع المره سالتني هادشي هذا انتي فرع عليا راسك كيس كيليا اش بيشي مادلين دابا كيسمعونا دابا راه سمعوا داك الهضره اللي قلتي غتمشي التلفازه غتلقاينا في لا ما سمعونيش كاع حميد الفرطه اش بيشي مادلين الله يحفظك جبال جديده هانتوما هاد الموديل هادو الثمن ديالهم هو 9000 درهم ثلاثه ديال البغاسل 9000 درهم اختي حليمة شنو هما هادو اللي غنشوفهم انا ما عرفتش شنو هما ولكن انت المولا السنسله راني صيفطتهم لك الصباح كاين هادو ب 9500 درهم ثلاثه البغاسليه 9500 درهم اختي زين ما عطيت هادو الثمن ديال 2100 درهم تقريبا وهذه الثمن ديالها ب 192000 ريال 9600 درهم باقينا ثلاثه في الميزه اللي بغاهم بالصحه والراحه 9600 درهم هي 960 اورو اللي عجباتي ديال السكرا ومر السكرا سكرين ومرحبا والف مرحبا بكم وزعما شي والله الا الجنن وما نمان وين ويلا واتنتر واتنتر خطير خطير وكطير بوي جو فوار ان بونوسيون فورم دو تريفل ان غرو سي بوسيبل لا لا ثانيه والله ما فهمت زعما شي حاجه كبيره زعما كاين هذا الموديل هذا زين هذا البغاصلي هذا النبله الفنه ها هي فنه وغزاله 5500 درهم اختي حليمة البغاصليات نوريهم لك هنايا والله الا مازال محطوطين عندي الصباح ف ها نوريهم لك اختي هذا 5500 درهم الطياره حجره دغيا مشى وهذاك راه موديل وهذاك موديل واحد اخر هادشي ما فيه ما حضيتي حضيتي شي حاجه واحد اخرى دي ها انتم اختي شنو السميه احلام حليمة ها انت اختي ها هما لي 3 بغاصلي كيفاش كيجيو الصح اللور ديالهم بغيتي تشوف فيهم هو هذا انت اختي اللي بغيتي يا مرحبا سكرا عافاكم والله الا راني غلطت داكشي علاش والله الا تلفات ليا الهضره واش غدير ها هي الثمن ديال اليو 5500 درهم هي 5500 درهم 110000 ريال 550 اورو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 5500 درهم ليا 110000 ريال 150 اورو ياك 500 والله يا تلفوا ليا الاثمن بقيت عقلت شنو كنقول ها سي خاصنا شي غير شي سكره الناس وتكون باتاي والله الا هو اتاي حدايا دكا ايوا انت السيكو كاين هذا الموديل هذا 4500 درهم 4500 درهم ليا 90000 ريال 4000 مرحبا اختي نادي تاع على الرسول يعني 4500 درهم ليا 90000 ريال 450 اورو 450 اورو اللي عجباتي ديال السكرين مرحبا واش بغيتي شي عصير معاك واش تشتي عصير والله الا تشتي فيه فقاص فقاص ما كاينش فقاص الفقاص شنو الفقاص هو علاش داير الفيلم دابا والله يلا كلش كلش اسمع صغار ولدو كيقولوا له كعب الغزال فين هي هذيك غريبه هنا هو هذاك غريبه البهله هو هذيك المال هذا اللي بهز دابا والله يلا يلا كنت تمشي شي عصر كملتي على الخير ديالك والله يلا بقيت ندعي معاك هذه الليله تجمع كل بهله باش هذا ب 4500 درهم واش كاين خاصني ما فيش حجر ديال الديا جولد كاين اختي ام نبيل مرحبا موجود يلا بارطاجيو معايا اللايف بارطاجيو اللايف باش هكا يطلعوا الناس بزاف
ام احمد الحمد لله الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. كاين هذه ب 9200 درهم ثلاثه البغاصيه ديال الاكس 9200 درهم ليا 184000 ريال راه غير حنا دايخين وصافي متفقسنا بلا فقاص الله غير 9200 درهم. انا ما درت لكم والو انا غير كنوريكم والله الا اراجعنا الجوع 9200 درهم هي 920 اورو 920 اورو هما ثلاثه ديال لي بغاسلي الصح والعام هادو ديال الاكس دورات 18 فيهم في البهله والله الا لا جميعا ذوقين الله غير جميعا ذوقين خالتي جميعا واش دير الله يسهل على الجميع. ها هما السنسل كيف تصبح غنيا في ثلاث ثواني هادو السنسلات كي كتشوفو كاين هادي ديال 1200 درهم 24000 ريال فيها السنسلة على هاد الشكل هكا كاين هاد السنسلة هادي ب 1450 درهم 29000 ريال هادي هادي ب 29000 ريال كاين هادي ب 1000 درهم فيها الانفيني وفيها قلب هادي ب 1000 درهم مرحبا اختي مال القزر مال لفت ما عليهش الله اللهم لك الحمد ما خصناش وما عندناش هذه الثمن ديالي 1200 درهم 24000 ريال هذه 1450 1450 1000 درهم 20000 ريال هما موديلات هادو سنسلات خفاف الناس اللي كيسولوا على السنسل الخفاف انا جبتهم ليكم وبثمن اللي يرضيكم هذا لونسومبل اللي شفتو خلاص هذا لونسومبل اللي شفتو اليوم هذا الثمن ديالو خلاص 7500 درهم 150000 ريال هذا داير لو بروموسيون دابا فيه البغاصلي كبير فيه الخاتم ديال ديما والبوندونتيف على هذا الشكل هكا والحلقات على هذا الشكل هاهم هذا كان ب 7500 درهم 150000 ريال هذا ب 150000 ريال 750 اورو كاين هذا الموديل هكا هذا ديال المربعات الثمن ديالو 38000 ريال هذا ب 1900 درهم ليا 190 اورو اللي بغا يدير له سكرين ومرحبا 1900 درهم اختي حكمات ما فهمتش السنسله زائد بونتينتيف نيدو حنان هي ما فهمتش خويا ادريس الله يدخل عليك بالصحه والسلامه باش ما تمنيتش ان شاء الله انت وسيدي محمد الله يحفظك اخويا الحبيب اخي ادريس الله يدخل عليك بالنجاح وبالمزيد من التالق ان شاء الله والله يسهل عليك اخويا الحبيب الله يحفظك هذا الثمن ديالو اللي هو 1900 درهم 38000 ريال واللي بغى سنسلات بحال هكا عاوتاني كاين هذا الموديل 1500 درهم 30000 ريال سي بسم الله يدخل عليك بالصحه والسلامه 1500 درهم كاين هذه ب 1500 درهم حتى هي وهذه ب 1900 درهم 38000 ريال هما السنسلات كيفاش كيبانوا وصلنا للنهايه ديال الحلقه شكرا لكم كاملين على المساند ديالكم وعلى المتابعه ديالكم اليوم وريناكم لي زارتيكل اللي هما اون بروموسيون اليوم دايرين فيهم واللي بغى شي حاجه ان شاء الله مرحبا والف مرحبا بكم تصبحوا على خير وجمعه مباركه الله يسهل للجميع